وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان سعادة السيد علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، ولو تحدثنا أكثر عن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في هذا المؤتمر. يا مرحبا، مساء النور، ورحب فيك وفي جميع الأخوة المشاهدين. طبعا احنا يأتي هذا الانعقاد، انعقاد المؤتمر، دعوة من معالي الدكتور علي عبد العال رئيس اتحاد البرلمان العربي، رئيس مجلس النواب جمهورية مصر العربية. نعم. وهذه طبعا الدعوة موجهة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية. هناك جدول أعمال في المؤتمر نظر في تقرير رئيس الاتحاد، تقرير الأمين العام، وهناك تقارير الدورات السابقة اللي انعقدت للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي. طبعا تسبق مداخلات السادة يعني الوفود حول الوضع العربي الراهن، وبتتم إن شاء الله مناقشة النشاط الدولي والإقليمي للاتحاد والموازنة الخاصة فيه في العام الجاري. بيتضمن المؤتمر في جلسة الختامية الإعلان، يعني هناك إعلان عن الفائزين في جائزة تميز البرلمان العربي. نعم. لكافة الفئات، وانتقال رئاسة الاتحاد البرلمان العربي وقرار البيان الختامي. اللي يميز المؤتمر هذه السنة أنه يحمل شعار القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. نعم. تأتي هذه المشاركة وفد الشعب البرلمانية بالمملكة البحرين في هذه الأعمال من منطلق ما توليه البحرين حقيقة من اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية، واللي هي قضية العرب الأولى وقضية المسلمين، خاصة في ظل يعني الظروف اللي تمر فيه فلسطين والشعب الفلسطيني، واللي يواجه ممارسات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي اللي تشكل خروج حقيقة على كل الأعراف والتقاليد والأديان، بما يقتضي معاه التعاضد والتعاون العربي إيقاف هذا التصعيد الخطير في الأراضي العربية المحتلة، ولا بد من ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. طبعا اللي تمر فيه القضية الفلسطينية من أحداث انتهاكات متواصلة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي للأشقاء في فلسطين والمقدسات يستدعي حقيقة تنسيق العربي الدائم، ومن ضمن حقيقة تنسيق على مستوى البرلمانات العربية من أجل التغلب على هذه الظروف والتحديات المتعلقة بقضايا المركزية في فلسطين. احنا حقيقة نتطلع يعني ان يخرج هذا المؤتمر بتوصيات من شأنها دعم جهود العمل العربي الموجه الى دعم القضية الفلسطينية، خاصة ان الاتحاد البرلمان العربي اتخذ سابقا خطوات فعلية من خلال تشكيل لجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني، واللي تعمل على كسب التأييد البرلماني الدولي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. نعم. من عمان سعادة السيد علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لكم.